يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين: والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. ويقول جل وعلا: ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله في أيام نهلكم لنفحات ألا تتعرضوا لها، فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. هذه العشر لها مكانة خاصة عند الله تبارك وتعالى وعند سيدنا رسول الله. لذا يقول سيدنا رسول الله في الحديث الذي يرويه لنا سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. فقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع بذلك من شيء. أن نتقرب فيها بشتى أنواع القربات أيها المسلم الكريم. لزاما عليك أن تتقرب إلى الله بفعل الطاعات والبعد عن المعاصي والذنوب، لأن الوضع فيها إخوة الإيمان والإسلام، لأن الحسنات فيها مضاعفة، ولأن السيئات فيها أيضا مضاعفة. قال جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أيها المسلم الكريم، علينا أن نتعرض لنفحات الله تبارك وتعالى كما كان صحابة رسول الله رضوان الله عليهم وأرضاهم. سأل الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام العفو والعافية. هذه الأيام التي أخبر عنها المولى عز وجل أنها الأيام المعلومات. فضل هذه الأيام، فضل العشر الأوائل من ذي الحجة، هذه الأيام لها مكانتها عند الله. لذا أقسم بها المولى عز وجل في القرآن الكريم: والعظيم لا يقسم إلا بعظيم. قال جل وعلا: والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. نجد أيها المسلم الكريم أن المولى عز وجل أقسم بهذه الأيام لعظمها، لمكانتها، لأن فيها الأعمال مضاعفة. هي من جملة الأربعين التي أتمها المولى عز وجل على سيدنا موسى عليه السلام، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. هي 30 من ذي القعدة ثم العشر الأوائل من ذي الحجة. إن كان حجيت بيت الله الحرام أيها المسلم الكريم، يطوفون حول بيت الله الحرام ويسعون حول الصفا والمروة، لك أن تطوف حول بيوت الله تبارك وتعالى وأن تؤدي فرائض الله جل وعلا في الجماعة. بهذا تكون قد أديت حق هذه الأيام.
رسول الله رضوان الله عليهم وارضاهم سيدنا عبد الله بن عمر وابي هريره وغيره الكثير كانوا يكثرون من الذكر والتسبيح والتهليل لله تبارك وتعالى. وكان لسيدنا عبد الله بن عمر قبه في السوق، كان يدخل فيها ويكبر ويذكر الله تبارك وتعالى، فيسمعه من في المسجد فيكبر الناس بتكبير سيدنا عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه. في هذه الايام يوم عظيم، يوم اغر، الا وهو يوم عرفه الذي اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: احتسب عند الله تبارك وتعالى ان يوم عرفه يكبر السنه التي قبله، او صيام يوم عرفه يكبر السنه التي قبله والسنه التي بعده، وصيام يوم عاشوراء يكبر السنه التي قبله. من جمله الايام التي هي في هذه الايام المباركه، فكان الصحابه يخصونها بمزيد من العباده لله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: ان عده الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه هم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم. كيف يظلم الانسان نفسه ايها المسلم الكريم في مثل هذه الايام؟ لا يتعرض لنفحات الله، تراه يتكاسل بالعباده، تراه يمتلئ بالذنوب والمعاصي والاثام ويتمنى رضا الله. كيف تتمنى رضا الله وانت لا تقبل على الله؟ كيف تتمنى